انت عارف اني ما اقدرش اشوفك لابس بلطو ابوك الابيض وتيجي علي بقعه واحده. ياسمين دي كويسه؟ انا بحسدك بجد على دكتور ادهم. احنا عندنا طالبه يا دكتور من بناتنا بتتهم استاذ عندنا في الجامعه على الهواء مباشره. بطل تمتلي في كل حته. في واحده جت سالت عليكي وجابت لك ورد. دي امه دي ست مش سهله، انت ما تعرفيش ممكن تكون محضره لك ايه. هي ياسمين عامله ايه؟ ليه ما دفعتش عن نفسك؟ انا عرفتها من صوتها من طريقه كلامها. الدنيا مقلوبه. هقللها.